السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خلينا نبدأ برنامج أسبوعين. أهو كثير العار. طيب يا جماعة بحكيكم الحين قصة الأسبوعين هذه صار فيها عشان كذا بسرعة عشان نبدأ المقطع على طول وما أطول كذا، قعد 50 دقيقة قاعد أشرح على طبعا يا جماعة على آخر فيديو نزلت اللي هو حق أغنية ويكند اللي هي قبل الفيديو اللي نزل لكم أمس، صارت لي مشكلة في القناة، مشكلة من النظام، مشكلة سيستم وليس مشكلة مضاربة وشيء زي كذا. مشكلة هي بسيطة وقوية في نفس الوقت ما أنا أعرف كيف أشرحها، بس هرجة الموضوع أنه أنا ما أقدر أنزل فيديوهات، والمشكلة هذه كانت حتطور تقريبا أكثر من شهر، فقاعد أفكر فكر أو فكر طلال فكر 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 الذكاء يجي لي بسرعة جدا. بما أنه أنا بقعد أكثر من شهر قاطع على القناة، ليش ما أفتح قناة جديدة؟ طبعا قناه جديده مو غير هذه، لا يعني قناه حقت العاب مو بنفس المحتوى اللي موجود هنا، وكنا ننزل فيها العاب وزي كذا وهذا وفله ما ادري ايش. فسويت القناه وجهزت كل حاجه، حرفيا جهزت كل شيء، حملت العاب مره كثير، حملت فورتنايت، ببجي، حملت فيها العاب رعب موجوده عندي هنا، كود برضو كانت موجوده، كنت بنزل العاب مره كثيره. فجاه بعد ما سويت كل شيء خلاص كذا اليوم اللي بعد المفروض اني اصور، رجعت القناه زي اول. شوفهم ما قمنا ما تقولوا. فعشان كذا الحين خلاص بنرجع للقناة هذه. قناة الألعاب موجودة تحت في الديسكريبشن، تقدروا تروحوا تشتركوا فيها، لأنه بعد فترة بسيطة كده يومين ثلاثة أيام إن شاء الله برد يعني بكلش إيش فيه، بصير أبدأ أنزل في القناة هذه. يعطيكم العافية، مشاهدة رسل لايك سكرب شير. سلام عليكم. I'm not a vegan. دائما اخدعكم يلعن ام الذكاء اللي فيها. طيب بما انه اليوم انا متزبط كذا متكشخ وكرسي جديد وحركات وهذا، وفي لوحه ورا هناك باسمي، شلت الدولاب اللي هنا يعني صار فيها تغيرات مره كثيره، اليوم راح نتكلم عن ابو فله عدوي اللدود. ابو فله ما حظك. لا امسح. ايوه صح، قبل ما نبدا هذا الفيديو لا تسوي لايك اشتراك تفعل زر التنبيه، زر التنبيه اهم من ابو فله. ابو فله انا عارف ان انت شخص جدا معروف في اليوتيوب وجميل ومحتواك حلو، بس زر التنبيهات بدونه احنا ولا شيء، نسيت ولا تكلمنا بس بر الوالدين والدين بس. فاليوم بنشوف دقيقه ايش اسم قناته، سيف العسكر، اتوقع هذا صاحب ابو فله، سوى مقلب في ابو فله في ابو فله فلا فرق، مقلبت ابو فله جبت حبيبتي على الشقه، شوفوا رده فعله. انا من ابو انا ملك الردات الفعل المقلبيه. اليوم راح نتكلم عن المقلب بكل حق بكل اريحيه. حتى كانوا فاهم شهاده امزح خلاص. نقول 3 2 1 شاكشن. نقدم المقلب، ما نبغى نشوف المقدمه هذه، نبغى نشوف المقلب على طول. اتوقع شكلك من المكان شاء الله حيصير، بس اهم شيء تضبط بس عندي ازهل والله. يا جماعه صار لي يومين اشوف مقاطع على اليوتيوب واتعلم مكياج، قاعد اتعلم مكياج عشان اسوي مقلب. والله ما ادري ايش الهرجه هذه الزبده على اليسار هذا. راح يحط له ميك اب ويلبس عبايه وراح تصير الامراه الجميله باذن الله. بعد شويه نقدم نشوف المقلب في ابو فله. 3 2 1 شاكشن. ما شاء الله قاعد ياكل. ما قلت انت اول انك تنسخ دايت؟ مره ما قال. مين ذا قاعد يرسل؟ ما شاء الله قاعد تتفرج توبز، ليه ما تتفرج قناتي انا؟ ابو فله احنا مو اصحاب ترى. المعلوميه شوف ترى استاذنت منه انه بصور الفيديو هذا، قال لي خذ راحتك، فعشان كذا لا احد يجي يعني يفتي ويقول كلام كذا. ايش بك انت على ابو فله؟ تتفرج على جانب، تتفرج على جانب كفار، ما تتفرج احنا عيال بلدك، ما تتفرج معانا، ما تتفرجنا، ما كامل. أحا سيف الحب استغفر الله. ولد تعال ليش تعزل تليفونك يا ابو غفار؟ الحب ما الحب والله كنت قاعد افضل ما عندي. اطلع برا. الو هلا والله. موجود بالشقه. ايش في صوت؟ هاوش ويا هلج. شو قاعد تبكي؟ بدل اكشن. الامراه قاعد تبكي حاليا. يا رب سترك. انا يا شباب ما اقدر اتحمل صوت البنات وهم يبكوا قدام المقلب، ما اقدر اتحمل. انت وين الحين؟ تحت تحت. لحظه خليش معي لحظه. حط شنو تحت؟ انت صاحي؟ انت صاحي؟ مجنون انت؟ حسن لحظه خليني اشوف خليني افهم من الموضوع. انا ما ادري هذه منو كلم اخوها شيء، ما ادري ايش قاعد تسوي انت مجنون؟ شو هي تحت؟ تكفى حسن اهدى من هاوشه مع اهلها وقاعد تبكي، بس اهدى خليني افهم منها الموضوع شنو، ما راح اخليها تصعد. اهدى. هذا التصرف الصريح والصحيح.
قدم المقلب. انا ابغى الاكشن صراحه. انا جاي اصور فيديو هنا، ابغى اكشن، ما ابغى هروج كثيره. قاعد تتكلموا كثير. دقيقه حبيبتي، دقيقه، حط ميوت دقيقه. دحين انا اخليها تلبس، دقيقه حبيبتي، دقيقه. ابو فلا زعلان، دقيقه. ايش فهمك انت في صلحتك هذا؟ اقبل، اصبر، قاعد اكلم حبيبتي. ليش عندي جرح؟ ليش يخلص؟ ليش سم بالله؟ ما انت صاحي، ايش فيك اللي صاير؟ ايش فيك قاعد تبكي؟ هذه امراه الجاثوم هذا، قال اختي مشي لبسها كعب كمان، والله متعوب على الموضوع. بس في الاخير الشكل، انا اللي مكان ابو فله كمل. واذا خوش طقت يعني تجيني مني؟ انت عبيطه ولا شنو؟ انت تدري ان شقة شباب شلون تصعدين عندي؟ كم محادثة من طرف واحد؟ انت اخوك طاردك، انت ما تسوين شيء؟ غبية انت؟ عندك كف على وجهك؟ اشمطون بك كف؟ اص اسمع، هو جاي الحين؟ لا تقعدين تبكين، شو اسوي لك؟ ما حد قاعد يبكي، ما قدم المقلب، ما في صوت بقاء. جاب هنا، انت مجنون خبل انت؟ شو قاعد يصير؟ وين قاعدين احنا؟ مكان الشغل هذا يبا تصاحي. اقسم بايات الله، كان قاعد اتفرج مسلسل كويتي في رمضان، وربي نفس السيناريو. كيف تجيب واحدة هني الشجة؟ ما ينفع شذي يا ابو طاط، الورث حق ابوي شركة. ابو فل اقسم بالله حبك، هو احنا قاعد امزح مع ابو فله، ما لكم شغل تجون تقلقون تقولون على هذا ما صاحبي. عاد الحين مستانسه؟ خرا عليك خرا. وين اهله؟ وين اهله انت؟ ليش مضروبه وجايه من برا وقاعد تبكي ومدري ايش هذا؟ قاعد تسخطها انت كمان. خرا عليك، جاي الشقه عندي العن شكلك. ما غبيه انت. طيب هي ليش دخلها يا في غباء؟ ايش عرفها ان في شقه هنا؟ ما تدري ان انا معاك مكان الشغل يا اخي؟ ايش دراني؟ طيب الحين خذها واطلع برا، خذها واطلع برا. طيب تعال اقعد حسن ثواني، اقعد دقيقه، بنمشي والله بنمشي استغفر الله. اقعد شنو قاعد هنا؟ شنو اسوي بامها؟ ها شو والله وخري ذلفي، وخري يا ايش طاح؟ واو جسمي احتر، ايش هذا؟ في جني يطلع، تكفى. يا سيف، خلاص لحظة، وخري سيف. سيف 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 اي زق غثيثة يا الله ينكم شوي عن اليوم اللي عرفتك فيه يا اخي. طيب الحين اسمعني ايش دقيقة، والله دقيقة بقى، هي مطرودة من البيت جاية عندهم الشقة، انا ما عارف كيف عرفت الشقة، بس انه دام هي غثيثة انت اللي اديت الزبدة. ابو فلة زعلان انه في بنت موجودة، المفروض ما هي بنت موجودة في مكان الشغل، وهذا قاعد يسخط لنا انه هي غثيثة بس انها ترمى. يا اخي ما حب افكر زي كذا في المقلب، المقلب المفروض اكون الحين شنو الحل؟ الحين الحل اول شيء الحين خذ البنت هذه اطلع برا، ما ادري. طيب وانا شو اسوي فيها الحين؟ الدنيا الساعه 1 بالليل، اطلع، مالي دخل، اطلع، لا تقعد هنا، لسه الفنطل حبك حسب الحنان. ايه انت فليت باللبس اللي لابسه ترى مقلب، لا تفل. ايش قاعد تسوي؟
زين لحظة اسمع، اذكر الله اذكر الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب اسمع 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 اسمع، في طريقة واحدة اوكي، في طريقة واحدة بنسويها، بس تكفى اسمعني وخلك معك تكفى تكلم خلص. بنطلع بنطلع انا وياك اوكي، بخليها تنام هنا، انا وياك بنمشي من الشقة وهي تنام هنا، بس الى بكرة اجر لها فندق واخليها تذنب لين تخلص موضوعها هلا. شكرا فكيني. شكرا، سال سؤال جدا منطقي. فلنت حمار ايش الارجل ذي البيض استوديو الادم يدوق قاعد ياكل تشيتوز، ما ايش قاعد يتفرج واحد اجر في موقع يتفرج طلوا لي والله عارف ليه ما تتفرج لي ليه انت خلاص حمار سيف، لا تكثر كلام امشي امشي خذ البنت حسن يا اخي تكفى تكفى يا انت خلاص فلتي يا حبيبي حسن حسن سيف اطلع برا سيف يا اخي دبقه شوف شو اسوي فيها خذ خذها واطلع خذها واطلع سيف خذها واطلع لخص الكلام خذها واطلع اسمع 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 انت الحين خلصت مني بكره صبح اقسم بالله وعد بطلعها ابو فلش بامك ولا حق ستار وورز اللي لابسه قوم خذ العلبه هذه شمط امه من اثنين لسه لسه حاضر حاضر لا هذا لا مفروض اضربهم اخلقه بالشنطه وعد اقسم بالله ما راح اضل هني اسمع مني وخلنا نطلع انا وياك لا 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 ما تصل يا اخي لا تنكمني خويك انت مرج انت واحد كلب اقسم بالله كلب ومعفن ورب النعم انك واحد كلب ومعفن اوه هذه هي القوه اللي احتاج انا من اول ابغى اتكلم اديب الشفشف على وجهه ايوه هذه القوه ادري انك كذي اقسم بالله ما دخلك بعيد بالشقه يا معفن هذا مكان شغلي يا معفن يا كلب يا تبن اسمعني حسن اطلع برا حسن اهدى 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 انا ما عارف ابو فله ليش زعلان قاعد تفل في الارض اطفو الفجر تبغى واحد يحمسك دق علي اجيك انا البيت الحين المايك لا يخرب انا ولا مره سويت الشيء هذا وانت عارف هالشيء ولا مره جبت بنت اطلع برا ولا مره سويت شيء خلاص على معرفتك اطلع برا اطلع برا الحين فكره خذها واطلع برا يا ولد طول الموضوع حسان يا اخي شو اسوي فيها الساعه 1 بالليل الحين تمسكني دوريه انا وقف المقلب عندي بس سؤال واحد ابى اسال سؤال واحد ونقفل المقطع هذا ليش في مليون لايك على الكرنج هذا لا يعطيكم العافيه مشاهده شكرا ابو فله شكرا سيف العسكر شكرا بنت جاثوم يعطيكم العافيه مشاهده سلاق سكرب الشركه ما خنطلع طول 3 ساعات المره الجايه باذن الله باكسر شيء قريب مني انا ما عم بس رد فعل على مقالب اقسم بالله ما ادري ايش هذا خلاص قفل المقطع عمي I'm not a vegan جوي بيف going deep in كني نيجن fire on fire زي الديمن I'm not a leaving until you screaming I'm not a sleeping until I see you peeking